population مكونة بس أو الجين ممكن يأخذ بس two values. ما في سبب إنه يخليني أفترض إنه الواحد more prevalent من الزيرو. بس راح يكون PDF لكل جين. يعني هون راح أسمي هذا الجين PDF. راح يكون 0.5 1.5 وهذا طبعا f of x وهذا x. هذا كل تذكر هذا ايش؟ هذا discrete ولا continuous؟ discrete. وبطلع منه cdf مش بيطلع معنا درج. الدرج كيف راح يكون شكله؟ هو بسيط بس كويس نعود نفسنا نعمله. هاي راح تطلع هذه نص مش هيك؟ يعني عملت integration. مش هاي كل واحد من هذول لازم يكون نص حتى يصير مجموعهم واحد. شو الفانكشن هاي سميناها؟ امبالس او دلتا فانكشن. راح يطلع معي الدرج هون نص هون راح يطلع له. والسي دي اف كقاعده دائما لازم ينتهي بواحد ويبدا ب 0. فالدرجه هاي راح ارتفاع الدرجه هاي مساوي للدرجه هاي. اذا الان راح اعمل راندوم نمبرز والراندوم نمبرز طلع معي اقل من قديش بعتبره 0 0.5 اقل من نص. فهاي راح تكون 0.5 هاي 1 وهاي 0 هاي بتعطيني 0. وهذا ديسكريت راندوم فاريبل. Discrete random variable takes on two values بس يا 0 يا 1. اعطيني اول رقم 0.963 كمان 0.384 كمان 0.489 كمان 0.419 كمان 0.433 اوكي 0.257 تمام 0.557 يمكن بيشتغلوا هم كتير. الواحد بعطينا الرقم الثاني بالله بشكل عم تعملوه ولا هذا صرف self organizing هذا موجود بالطبيعه كمان self organizing اوكي 0.57 كمان 0.331 اوكي 0.972 اوكي 0.672 هي في واحد ثالث لازم معك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 احنا قديش بدنا؟ 15 6 في قديش؟ 6 في 4 24 عندنا 12 بدنا كمان 12 خلينا نحط 12 الثانيين هون اوكي كمان 12 0.509 قديش على صوتك؟ 0.576 قديش؟ على صوتك ضربتها على حاسب ولا اخترعتها من عالك؟ هون الخطورة إذا بتبدأ تخترع من عالك بخرب البي دي اف على فكرة. لا 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 اعملها عدد كبير جدا من المرات. أنت طبيعة دماغك راح يبعد عن البوينت 9 وراح يبعد عن البوينت 1 راح فاهم علي؟ ما راح يطلع فيها. أوكي كمل 0.719 واخر شيء 0.426 لا كمان وحده 0.72 اوكي. وفي فحص تقدر تعمله بعد فتره تتاكد انه هذا الرقم جنريتد باي تشانس ولا كان في بايس. نعم اوكي صاروا 24 ولا اكثر من 24 بواحد اظن 24. خلينا نعملهم هلا. واضح انه من 0 ل 0.5 راح تكون 0. اذا هي 1 0 0 0 1 شايف هون طبعا اذا تحدد لو طلعت 0.5 بالضبط بدك تقرر تعطيها بايس لهون او بايس لهون. تقرر بداية بس ارفع بالله هاي يا محمد ارفع النوب بس لانها ان 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 اوكي هاي صار عندنا هدول جنريتد راندوملي. ما تحاول تعملهم بايدك اعمل طلع راندوم نمبر جنريتر صحيح يكون. طبعا هذا مش صحيح 100%. هلا رح ناخذ 1 2 3 4 هاي اول كروموسوم اول انديفيدجوال الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس
هلا رح افترض، خليني افترض انه هاي ذا موست سيجنيفيكانت بت، بدك مش مشكله يعني، المهم انك تضلك ماشي على نفس الشيء. موست سيجنيفيكانت بت، ليست سيجنيفيكانت بت، موست سيجنيفيكانت بت، ليست سيجنيفيكانت بت، ونفس الشيء ام ال ام ال ام ال. اذا هلا صار عندي انيشال بوبيليشن بحطها شو هي؟ اكس 1 شو بتساوي؟ 1 0 0 0 اللي هي ايش بالباي بال 8 بالدسمال 8 واكس 2 كمان 8. هلا بدك تقرر، ممكن تحط في برنامجك اذا طلعوا بدي اياهم الست انديفيدجوالز يكونوا مختلفين، شو بتعمل؟ تلغي هذا تماما، بتقول تعمل ريشن للانديفيدجوال جديد، او بتخليهم نفسهم. طبعا الاحسن يكونوا مختلفين عشان يعطيني مور دايفرسيتي. دايفرسيتي يعني تنوع. بعدين عندي اكس 3 بيساوي 1 0 1 1 اللي هي 8 و3 11، اكس 4 1010 اللي هي 10، x5 بتساوي 14 مش هيك، و x6 بتساوي 8 و4 12 1 13. طيب شو رايكم نلغي x2 ونطلع individual جديد ل x2؟ ناخذ اربع ارقام جداد راح احطهم محل x2 الثانيه مش هيك، اللي هي هاي. راح الغي هاي، مش هاي مزبوط؟ هاي اكس 5. لا مزبوط اكس 2. طيب مزبوط ماشي. اعطينا رقم جديد ل 8، اعطينا اربع ارقام جديده. 0.551 0.979 0.779 0.779 0.279 2. طيب عندي صار 1 1 1 0 مش هيك؟ موجودة عندنا هاي؟ طيب خلاص خلينا نحط احنا، هو المفروض البرنامج يضل يعيد عشان ما نضيعش وقت. نعم الارقام هذول 0.745 اللي راحوا. لا خلص مش مشكلة، مش مشكلة، موجودين بالفيديو، ما في حاجة أرد أرجع عليه. أنا راح أحط واحد، راح أفترض إني ضليت أجرب لحد ما يطلع رقم مش موجود هون. خلينا نفترض إنه طلع معي اثنين. لاحظوا على فكرة في ضعف هون عندي بالجين الأول. فيش دايفرستي بالجين الأول. عندي بصير 0 0 1 0 مش هيك مضبوط؟ ولذلك لو في ميوتيشن هذا عمره ما راح يتغير أول جين. لاحظين هاي الفكرة؟ هاي فيري انترستينج، ما بتطلعش مع غير لا تتراقب مرات كثيره. طلع على اول جين، لو كنا احنا على ضلينا زي ما كنا بالاول هذا راح يضل واحد. الحل النهائي على فكره احد الحلول واحد بس، الاحد بس لو كان الحل النهائي هون فيش واحد راح يعمل ستراجلينج. ايش اللي راح يحله راح يطلعه منها؟ الميوتيشن بس، لانه هذا الجين الرابع كله هون كان وانز، راح يضلوا كل الجينيريشنز اللي بعدهم راح يضلوا هذول وانز. الشيء الوحيد راح يغيره هو زيرو. طيب هلا هيك احنا جاهزين، هلا صار عندنا الانديفيدجوالز الستة موجودين اللي هم الانيشال بوبيليشن.